انت خطاب هذا عيب هذا عار قلت 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 انت خطاب مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مباشرة معكم من مدينة سلا. كي تشوفوا معايا من امام المديرية الاقليمية بسلا احتجاجات اطور الدعم امام المديرية، كيطالبوا بالمستحقات ديالهم. اجيو نشوفوا علاش تيحتجوا. الحريه ديالنا في التعليم، ضحكوا ولا ما ضحكوش. حنا في الشمس وانتم الضل، هذه اول حاجه. ثاني حاجه المكتب الاقليمي للجامعه الوطنيه للتعليم بسلا، منذ البدايه احتضننا هذا الملف بدون تحفظ، نظرا للحيف ونظرا لعمليه التعسف على هذه الفئه، باعتبار ان الدوله تتبجح بمشاريع كبرى، وزاره التربيه الوطنيه ووزير التعليم تقدم الندوه الصحفيه، وكأن القطاع جنة، وكأن القطاع المختار المتمدرسين تعلموا باش. السلام عليكم، حنا اليوم عصابة محمي إطار الدعم النفسي الاجتماعي بالمديرية الإقليمية سلا. الاحتجاج ديالنا اليوم جاء بسبب واحد المجموعة من المضايقات اللي كيتعرضوا لها الأطر الدعم النفسي الاجتماعي من داخل المؤسسات. حنا اليوم كنحتجوا أيضا على الاستفسارات التعسفية اللي كيجيونا على حسب الوقت توقيت، لأنهم كيفرضوا عليك أنها تخدم مهام إدارية بتوقيت إداري بدون تعويضات بدون لا شيء. وبالتالي حنا اليوم كنطالبوا من الدولة وكنطالبوا من المسؤولين المعنيين بهذا القطاع أنهم يتدخلوا باش يوفروا لنا على الأقل شروط الموضعية باش نقوموا بالمهام ديالنا. حنا ماشي هو ديال الغوت وديال الاحتجاجات وكذا. وبالتالي حنا جينا اليوم باش نوضحوا للرأي العام أن أطر الدعم النفسي الاجتماعي راه كيعانيوا وكيتعسفوا عليهم رؤساء المؤسسات من داخل المؤسسات. وبالتالي لا يعقل أنه أنت الدولة مصيفطة واحد معينة وبالتالي حتى كتردوا أنه يدير المهام الإدارية. الأول ومازال شي وحدين مازال ما عندهمش مكاتب، بالتالي لا يعقل أن واحد الإطار اللي جا باش يدير واحد الإضافة نوعية للمؤسسات التعليمية كيتهمش بهذه الطريقة. حنا المطلوب ديالنا بسيط،
وفروا لنا الشروط يخدموا خلوا الاطر يخدموا على خاطرهم. حنا كفاءات، كاين اللي عنده ماستر، كاين اللي عنده دكتوراه في علم النفس وفي علم الاجتماع وفي في الفلسفه، وبالتالي حنا جينا من العلوم الانسانيه، عندنا اوليات الفهم كما كنقولوا. بالتالي ممكن اننا نزيد واحد الاضافه نوعيه للمؤسسه التعليميه، ولكن شريطه ان توفر لنا الشروط الموضوعيه. حنا اليوم الوزاره اليوم طلبات من اطر الدعم الاجتماعي اننا حنا ساهمنا في واحد الورقه تقنيه اللي تكون دليل الاطر الدعم تقريبا اللي غيتدخلوا مثلا لصالح الناس اللي ضحايا الزلزال. بالتالي حنايا اطر الدعم الاجتماعي اليوم كنطالبوا من المديريه الاقليميه ديال سلا بعدا خصوصا ومن الدوله انها تدير شي حلول طارئه باش يخليونا نخدموا، لانه الفوج الاول كاين اللي تسحبوا منه مكاتب، كاين اللي كيدخل كيقول لي انا ما عندي ما ندير بالدعم النفسي، خاصني الحراسه العامه. وبالتالي حنا الدعم النفسي مهم للتلاميذ، وكما قلتي دابا الدعم النفسي مهم للتلاميذ، ولكن حنا للاسف كاين واحد الذهنيات اللي ممكن رؤساء مؤسسات ورئيسة مؤسسات، حتى لا نتهم الكل بانه ولكن كاين واحد العقليه اللي كتقول لك لا انا ما كنامنش كاع بداك الشيء ديالك، دير لي انا الحراسه العامه والتقليه الغياب. وبالتالي حنا كنطالبوا غير يخليونا نخدموا نمارسوا المهام ديالنا كما كيحددها لنا القرار، هذا الشيء اللي كاين. وبالتالي توفير الشروط الموضوعيه لهذا الاطار غيكون واحد الاضافه نوعيه للمدرسه العموميه. وحنايا كما كنقولوا دائما حنا راه ماشي هو ديال الغاوت وهو ديال الاحتجاج، حنا ما كنجيو نحتجوا حتى كيوصل فينا كما كنقول كتوصل فينا العظم. راه لا يعقل واحد الانسان دخل من جاي من علم الاجتماع ومن علم النفس وانت غتعطيه الاداره التربويه ما مكونش فيها وبدون تعويضات. هذا بالنسبه لنا، زائد هذوك الاستفسارات التعسفيه اللي كتجي الاطر الدعم الاجتماعي على حساب 24 ساعه. لا علاش مثلا علاش تعطي واحد الاستفسار لواحد مازال ما عطيتي حتى بطاقه شخصيه؟ مساله واحده اخرى هو الدعوه الى توفير شروط موضوعيه من قبل مثلا مكاتب بي سي. لا يعقل واحد الانسان داخل باش يمارس المهام ديالو انت ما وفرتيش له حتى باش واش غير يحفق الاساتذه، انت ما وفرتيش ليه مكتب، ما وفرتي ليه والو، الدوله صيفطاتو باش يخدم وانت كتقول ليه سير دير لي الحراسه العامه، مع العلم ان القرار الوزاري واضح عندنا مهام محدده ذات طابع نفسي اجتماعي صحي. وبالتالي كل ما هو اداري حنا ما معنيينش به، وكنتمنوا ان المديريه الاقليميه بسلا انها تصيفط مراسلات للمدراء انهم يحترموا القرار الوزاري اللي كيحدد المهام ديالنا باش نقوموا بالمهام ديالنا، لاننا كما كنقولوا حنا واحد الاضافه نوعيه للمدرسه العموميه. وبالتالي الا خلاونا غيبان الاثر ديالنا، والا ما خلاوناش راه الاثر ما غيبقاش. وسمح لي، شكرا. شكرا. على الاستفسارات والاهانات اللي كنتعرضوا ليها حنا كاطر الدعم الاجتماعي من النهار اللي تعيننا في اول نهار في المؤسسات، انهم ما كيخليوناش نديروا المهام ديالنا، ان كيحاولوا يعرقلوني على المهام ديالنا باش يقولوا ان هذا الاطار هو مجرد طرف المؤسسه التعليميه وان هذا الاطار حنا ما محتاجينش ليه. فبالاحرى حنا ولينا حنا كنتعرضوا للعنف اللي هو نفسي والعنف اللي هو لفظي داخل المؤسسات، فبلاص اننا حنا نكونوا كنقدموا واحد الدعم اللي هو نفسي واجتماعي لهالتلاميذ هادو، فكتولي اغلبيه الاطر تعرضوا لعنف نفسي، عنف جسدي، عنف لفظي، الاستفسارات من طرف المديريات، الاقتطاعات بدون اي سند قانوني، محاوله ديال الارهاق بمهام واعمال اللي هي ليست بمهامنا اللي هي وارده في المقررات الوزاريه اللي صدرتها الوزاره، التكليفات العشوائيه اللي كتعطى الاطر الدعم الاجتماعي فقط من اجل العقاب لاننا لم نمارس مهام اللي هما كيطلبوها منا اللي هي خارج المهام ديالنا. شكرا. علاش تحتجوا اليوم؟ السلام عليكم. علاش تحتجوا اليوم؟ حنا كجامعه وطنيه ديال التعليم نساند هذه الفئه في النضالات ديالها لاعتبارات عده، من بينها بان هذه الفئه هذه الدوله بغات تصرف الازمه ديالها على حساب هذه الفئه هذه.
الدوله عندها اشكال في الاطر ديال الاداره والتربويه، اذا بغات تصرفهم على حساب هادو هما وهادو هما. المهام ديالهم واضحه، كاين مرسوم وزاري واضح كيوضح لهم المهام، ولكن الدوله دابا باغيه تدخل لهذا القطاع هذا هو بدون حاسيب او رقيب، كتكلفهم بمهام ماشي هي المهام ديالهم. كاينه مساله ديال التوقيت الثاني ديال المده ديال الاشتغال ديالهم في هذا الاسبوع، ما كاينش مراعاه بانه الدوله باغا تخدمهم طيله الاسبوع. اذا هذا هو المطلب الاساسي، بان المهام الفئه هذه كتطالب بانها تحدد المهام ديالها وفق ما هو ما تنص عليه المراسيم والمذكرات الوزاريه. شكرا. الحقيقي للمتبرمجات الان في